تستمر فعاليات ونشاطات الحملة الوطنية ضد مرض سرطان الثدي، حيث أقيم في كنيسة بيت إيل للأرمن لبروستانت محاضرة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لتقديم التوعية حول هذا المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه في مدينة حلب. الشهر الوردي هو شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بلشت قبل بداية الشهر، ونحن بشكل دائم بمراكزنا الصحية وبمناطقنا الصحية سواء بالريف ومدينة عندنا قسم تثقيف صحي بيقوم بهالحملات بالريف ودائما، ومن خلال مراكز حتى المراكز بيكون فيها تجمع مرضى، فالمثقف الصحي أيضا بيعطي يعني توعية بهذا الخصوص. المحاضرة اليوم عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ماذا يعني الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ الحقيقة هي فيها ثلاثية تعبر عن هذا الكشف. أولا الفحص السريري يتلوه الاستقصاءات الشعاعية المبكرة سواء كان إيكوغرافي أو ماموغرافي، ويتلوه الإجراء الجراحي اللازم أو الإجراء المتمم الذي يتلو الجراحة سواء كان علاج كيماوي أو شعاعي. جمعنا كل أبناء وبنات المجتمع السوري المحيط خارج وداخل الكنيسة، وبهالمناسبة نحن بهالتوعية رجعنا حددنا موقفنا وصمودنا، وبدنا نبتعد عن كل شيء يلي بيعدي وبيفصل المجتمع السوري، وبهالندوات التثقيفية التوعية نحن بدنا نرجع نشوف انه أملنا واحد وصمودنا واحد. حملات هاي السنة أنا بتوقع كانت متميزة ووصلت شريحة كتير كبيرة، لكن بشاطرك الرأي أنه لازم تكون حملات توعوية أكثر، خصوصي للشريحة من الناس اللي هي ما بتحضر التلفزيونات والفضائيات اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. كانت محاضرة قيمة جدا، واستفدنا كتير من الدكاترة المحاضرين اللي قدموا لنا معلومات. تهدف المحاضرة إلى ضرورة توعية السيدات في عدم انتظار ظهور أعراض المرض، بل المبادرة إلى مراجعة مراكز الكشف المبكر عنه من خلال الاستقصاء السريري وتصوير الماموغراف. الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تهدف إلى أهمية اكتشاف المرض باكراً ونسب النجاح العالية التي تقارب الشفاء التام من خلال اكتشافه في مراحله الأولى، ووجود عدد من المراكز المتوزعة في مدينة حلب تقدم الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن المرض بشكل مجاني، بالإضافة لخدمة التثقيف الصحي لنشر الوعي لدى جميع النساء.